الدموع على هذا الشكل هذا راه كيجي رائع البنات، وكيجي خفيف من الداخل. كنتمنى انكم تجربوه. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم اي حاجه غادي نديرها في هذا النهار، غادي نشاركها معكم. اول حاجه غادي نبداو بها هو الخبز ديال الزرع اولا ديال القمح. عندي 3 ديال الزلافات كبار ديال الدقيق ديال القمح، وعندي 2 زلافات ديال دقيق الفورس. بالنسبه للدقيق ديال الزرع انا كنخليه بالنخاله ديالو، ما كنحيدهاش ليه. غادي نبداو على بركه الله. غادي نضيف خميره مع مرش ديال الخميره ديال الخبز، بما انه دابا سخون الحال فالخبز دغيا كيخمر، ما نحتاجوش نكثروا الخميره صافي. غادي نضيف كذلك شويه ديال الملحه على حسب الذوق. انا بغيت نشارك معكم هذا الخبز ديال الزرع، حيت الاغلبيه ديال البنات ما كيعرفوش كيفاش يديروا ليه اولا ما كيصدقش ليهم، لذلك قررت نشاركو معكم. وهذه الطريقه البنات راه ناجحه 100%، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها صافي. كندير الخبز ديالي كيتعجن هنايا من بعد ما حيدته من العجانه، كيكون على هذا الشكل، ما كيكونش قاسح وما كيكونش رطب بزاف، كيلصق في اليدين صافي. دابا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه على جنب. من بعد ما خليته خمر دابا غادي نقرصو. من طبيعه الحال راه الطريقه ديال التقراص واضحه، كنظن بلي ما كايناش شي وحده ما كتعرفش كيفاش تقرص الخبز صافي. غادي نقرصو كامل وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي من بعد ما ساليته غادي نغطيه بواحد الزيف ونعاود نغطيه بواحد المانطا باش نخليه يخمر. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز كيفاش كيجي. كيجي رطب وكيجي رائع بزاف، شوفوا كيفاش كيجي مفتوح من الداخل، ما كيجيش نهائيا مدقص. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى انكم تجربوه. ولا بغيتوني نشارك معكم المخيمرات كذلك بالزرع، قولوها لي في الكومنتير باش نشاركهم معاكم. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الكوتي. قررت نشارك معاكم واحد البريوش اللي كيجي خفيف بزاف. عندي معلقه ديال الخميره ديال الخبز وقبصه ديال الملحه، عندي الشوكولاته للتزيين اللي قطعته على داك الشكل، وعندي واحد الياغور طبيعي، عندي كذلك 3 المعالق ديال السكر سنيده وواحد الفاني، وعندي كاس ونص ديال الماء دافي، وعندي ربع كاس ديال الزيت والدقيق على حسب الخليط. انا هزات ليا 6 ديال الكيسان ونص ديال الدقيق، وكيبقى على حسب الدقيق كيفاش داير، واش كيشرب اولا لا. المهم كنحسو بالعجينه تجمعات صافي. كنجيب العجانه فاش غادي نعجن، كنضيف السكر والقبصه ديال الملحه والخميره ديال الحلوه، وكنضيف كاس ونص ديال الماء وربع كاس ديال الزيت. بالنسبه لهاد البريوش راه ما فيهش الحليب وما فيهش كذلك الزبده صافي. كنضيف جميع المكونات اللي عندي.
صافي. من بعد ما كتعجن لينا العجينه كتشوفوا معايا خاصها تكون خفيفه بحال هكا صافي. دابا غادي نبداو باش نشكلوها. كناخذ العجينه وكنحاول نديرها بشكل طولي وكنعمر الداخل ديالها بالشوكولاط وكنلويها. كنتمنى تكون الطريقه واضحه لكم في الفيديو. ما تخافوش من الشوكولاط الا كان كيبان انه تحرق لكم، حيت اصلا العجينه ملي كنخليوها كتخمر داك الشوكولاط كله كيتغطى وما كيبقاش يبان. صافي كتكون على هذا الشكل، هذا على شكل وريضه. انا هنايا دهنت واحد المول بالزبده وفرشت ليه ورق الزبده وغادي نبدا نحط البريوش ديالي على هذه الطريقه. صافي من بعد ما كملت البريوش كامل شكلته على شكل وريضات، دابا غادي نخليه غادي نغطيه وغادي نخليه حتى يخمر مزيان ونرجع معاكم. صافي من بعد ما خمر لي البريوش خديت هنايا واحد البيضه درت فيها بعض القطرات ديال صوص الصوجا وغادي ندهنو كامل. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش صوص الصوجا يقدر يعوضوا ببعض قطرات ديال الحليب اولا القطرات ديال الخل. من بعد ما غندهنو كامل غادي ندخلو الفرن غنشعل عليه غير لتحت حتى نحس به طاب، عاد نشعل عليه الفوق يتحمر ليه الوجه ديالو صافي. وكنقدمو على هذا الشكل، هذا راه كيجي رائع البنات وكيجي خفيف من الداخل. كنتمنى انكم تجربوه وكيجي رطب وهشيش. شوفوا معايا كيفاش كيجي، كيجي رائع بزاف. انا هنايا دهنتو بشويه ديال العسل ودرت ليه شويه ديال اللوز ايفيلي، تقدروا نتوما تزينوه باي حاجه متوفره عندكم في البيت. دابا على بركه الله غادي ندوز باش نوجد معكم حريشات اللي كيجيو ساهلين بزاف وما كياخذوش بزاف ديال الوقت. عندي هنايا نص كيلو السميده ديال الحلوه وعندي نص زلافه ديال السميده ديال الزرع، راه كتكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش انا دائما كنخلطها مع السميده العاديه حيت كتجي رائعه وفي نفس الوقت صحيه. وعندي معلقه صغيره ديال الملحه وواحد خميره حمراء ديال الحلوه وعندي كاس ما عامرش كيف ما كتشوفوا معايا، راه الكاس صغير ماشي كاس العنبه، هذا كاس ما عامرش ديال الزيت العادي. صافي كندير جميع المكونات في هذه المرحله البنات. فاش ضفت الزيت راني حيدت واحد نص زلافه باش نقرص بها ونسيت ما صورتهاش لكم. صافي هنايا كنبدا نخلط بالماء، هزات ليا جوج كيسان لا ربع ديال الماء
والعبار باش عبرت الماء بكاس العنبه صافي. وكنبدا نخلط حتى كيتجمع ليا ديك السميده. دابا غادي ندوز باش نشكل الحريشات ديالي. كندير واحد الاطار وكندير السميده اللي حيدت اللي كنت قلت لكم حيدتها باش نقرص بها صافي. وكنبدا نضيف الحرشه وكنقرصها بيديا حتى كتاخد الشكل ديال الاطار. وكنعاود ندير ليها السميده من الفوق. خليكم مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه.